من جانبه أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ارتباط القاهرة ومقديشو ارتباطا عميقا في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية، مثمنا الجهود المصرية المستمرة لدعم الصومال خاصة في المجالات الأمنية والخدمات الاجتماعية. مصر والصومال كان يرتبطان ارتباطا عميقا في كل المجالات الممكنة الاقتصادية والأمنية وكذلك في تقديم الخدمات الاجتماعية، ولا زال هناك مدارس قد أشادتها مصر في مقديشو وفي الصومال وفي مناطق أخرى في الصومال، وهناك كذلك رموزا تدل على علاقتنا هناك. فإن الصومال الصعاب والمشكلة التي تواجهها على مدار العقود الثلاث الماضية وعلى مدار 30 عاما الماضية كانت مصر معنا لكي تكفل عودتنا إلى لتبوأ موقعنا الصحيح في هذا المجال. لا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة. سيدي الرئيس، أنني ممتن للدعم الكبير المقدم لنا فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية.